السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا بخير دايما وبصحة وسعادة ان شاء الله. في الفيديو ده معانا ايردروب لمنصة جديدة، منصة هي منصة لا مركزية اسمها كوفي سواب، تمام؟ المنصة دي لسه ما انطلقتش اصلا، المنصة دي عاملة ايردروب، المنصة دي مقدرة العملة بتاعتها بحوالي 110 دولار للعملة للقطعة الواحدة، تمام؟ وده طبعا السعر ده انا ممكن اصدقه، ما فيش اي مشكلة عندي، لان المنصات اللامركزية بيبقى اسعار العملات بتاعتها غالي. فلو السعر لو استفدنا من الاردروب ده وسعر القطعة بس كان 5 دولار يبقى كويس جدا، تمام؟ يلا بينا نشترك في الاردروب ده. ازاي؟ نصلي على النبي الاول، على بلس والسلام. كل اللي على حضرتك هتدخل لل الايردروب ده او الفورم اللي هسيبه لك ده. الراجل اللي انا بقول لك طبعا الايردروب هينتهي يوم 28، هيبدا لحد يوم 10 فبراير، يعني فاضل الايردروب ده 10 ايام وينتهي. كمان الراجل اللي انا بقول لك دي الجواز اللي هتتوزع، اول واحد هياخد 15 قطعه مقدرين بكذا، تاني واحد هياخد كذا، لحد 400 شخص، تمام؟ يلا بينا نروح هنا. المهام المطلوبه من حضرتك تعمل له هنا فولو على التويتر، وتروح هنا تعمل ريتويت للبوست المثبت ده، وتعمل له جين على جروب التليجرام ده، بس كده. واما المهمه دي اوبشن، وانك تجيب احالات اوبشن، تمام؟ فكل اللي على حضرتك هيطلب منك اليوزر نيم بتاع التويتر والريتويت لينك، تمام؟ اللي انت عملت له عليها، طبعا دي الريتويت اللي انا عملتها له، تمام؟ كل اللي عليك هتضغط على الريتويت ده كده، بعد كده هتاخد الرابط اللي فوق ده، تمام؟ بعد كده تدي له اليوزر نيم بتاع حضرتك على التليجرام، بعد كده اليوزر نيم بتاع حضرتك على التليجرام، بعد كده تدي له عنوان محفظه الماي ايثر وولت او الميتا ماسك، بعد كده التليجرام يوزر نيم بتاع الحلقه الخاصه بك، هسيب لك التليجرام بتاعي، بعد كده تضغط على كلمه ارسال، وباذن الله يكون لنا نصيب في الايردروب ده. والايردروب ده من الايردروبات المميزه، طبعا هم عاملين باونتي ب 10000 دولار، والمنصه لسه ما بداتش عمل، ولكن دي شكل المنصه يا جماعه، هو كوفي سواب، وباذن الله يكون لنا نصيب كويس من الايردروب ده، ونلحق الجولة الاولانية وكلنا نصيب فيها، ويجينا العملات مجانا ان شاء الله، ونقدر نبيعها لما المنصة تنطلق باذن الله. فنشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.